يا علي علي يا علي علي يا علي يلا يلا علي الله 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 ماشي مشكل تتوقع قولي عليه يا إذا ندوزو مباشرة للسؤال الأول. السؤال الأول كيقول طيها طي الكتاب ولونها لون الغراب، واش هي؟ الملحاف، الخزانة، البطانية، لوتاد، الخيمة، القيطون، ساك كوشاج، لاطونت ولا القفز؟ عندكم 45 ثانية باش تبعثوا السؤال، تقدروا تستشروا مع بعضياتكم، خذوا راحتكم، ينطلق العد. طيها طي الكتاب خيمة لا خيمة انا بلي يمكن شنو هي الخيمه 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 قلت لكم 24 ثانيه شنو قلتي الخيمه الخيمه تيقوني تاخذ منك انا حسيت بها الخيمه ولكن قلت شنو بالك شنو بالك نصبح ندير الخيمه سال الله خيمه الجواب اللي اختاره هو الخيمه. نعطيكم واحد النصيحه في لو جو ما تسبوش لان كاين كاينين دي بياج سؤال شي مرات يكون فيه لي بياج جواب يكون فيه لي بياج اختاريتوا الخيمه والجواب صحيح العولة لا تكاولة ليها ما بغيناش نبداو نستشبه ب 100 درهم بغينا 30 واحد لا 30 واحد خطيره دير القفل في 100 درهم لا ان شاء الله زيد يلا